بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا بشكر الإعلام المصري، بشكر جميع القنوات، بشكر الشعب المصري على هذا الحب الجارف بعد محاولة فشلة وخائبة للاغتيال تعرضت ليها النهاردة وأنا رايح إلى صلاة الجمعة من رموز الخوارج. أربعة من الإرهابيين اختبأوا في الحديقة الشرقية للمسجد وأطلقوا دفعات متتالية من الأسلحة الآلية، وتعامل معهم الحرس بفنية عالية حتى استطاع أن يهربوا، على حد قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. الرسالة اللي ببعتها للشعب المصري إن هذا التوقيت، وغدا نحتفل بقناة السويس، هو توقيت يريد إدخال الحزن بقدر الإمكان على قلوب الشعب المصري. يلا بينا نفرح، يلا بينا نعرف إن إحنا على الحق وإن إحنا بنغيظ هؤلاء المفسدين. امبارح قضى الجيش المصري على زعيم من كبار زعماء الفساد وقضى عليه، وكان يكنى بأبي دعاء وأنا أبو دعاء، فهم أرادوا يعني أن يجعلوا هناك أبو دعاء في مقابل أبو دعاء، وهذا لن ينولهم الله سبحانه وتعالى مرادهم إن شاء الله. وبنقول لهؤلاء الإرهابيين إن الموت بيد الله، وإن إحنا كبار في السن بننتظر الموت كل يوم، وأنا لا تفرق أن أموت في السرير أو أن أموت بيد الإرهاب الخبيث، لكن الله سبحانه وتعالى يريد دائما أن يرسل إليهم رسالة أنهم في خيبة وفي فشل من فشل إلى فشل، وأن الله لا يؤيدهم بل يؤيد أهل الحق. بنقول للشعب المصري تجاوز عن هذا وعما يدبر لك في أنحاء العالم كله كراهية غير مبررة لهذا الشعب الطيب، هذا الشعب الذي منه خير الأجناد، هذا الشعب الذي هو في رباط إلى يوم الدين، هذا الشعب الذي يتحمل الكفاح ويتحمل الجهد دائما. هيا بنا نعمل، هيا بنا نكثر من إنتاجنا، هيا بنا نصحح من أوضاعنا، هيا بنا نحل أزمتنا، هيا بنا مع الصبر مع الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أخبرنا أن الله مع الصابرين.